نخش على قصة الزمالك. انت واحد من نجوم نادي الزمالك، واحد من نجوم المنتخب الوطني، وطلعت إعارة السعودية والدنيا ماشية، ايه اللي حصل؟ ايه الخلاف؟ بص، يمكن هقول لحضرتك، انا يمكن اول مره اتكلم في الموضوع ده يعني، وموضوع الزمالك يعني والجمهور. انا يمكن يعني موضوع الخلاف ده ما هو جه من عندهم، مش من عندي. ويعني خلاص ما كانش في نصيب يعني. انت عارف ان جمهور الزمالك بيحملك دوري، يعني بيحملك خسارة بص، دوري. بجد يمكن انا عايز اتكلم في النقطه ديت، موضوع نقطه جمهور الزمالك، لان ما جاش الفرصه قبل كده ان انا اطلع اتكلم على جمهور الزمالك. يمكن انا اكتر لعيب اتشتمت، اكتر لعيب في نادي الزمالك يا كابتن اتشتمت وانا بلعب في نادي الزمالك. انا عايز اقول حاجه، كان في استاد بطرسبورت، انت عارف، صغير، ابقى لسه جايب جون مثلا يا كابتن، وجي جون فينا واحد واحد، الاقي الناس من هنا والناس من هنا، راح طب ليه؟ اجري بقى يا عم، مش عارف يا ابني ايه، اجري يا ابني، طب ليه؟ مش عايز تلعب اطلع بره. كانوا من ضمن جون كذا ماتش، كذا ماتش ورا بعض يعني، هو لسه جايب جون. فما يعني كنت بستحمل كتير يعني. السبب يعني ايه اللي خلاني؟ ما اعرفش. ممكن مثلا مش شايفين ان انا بجري، شايفين بس حسب سير اللعب. فكانوا كتير، غير بقى طبعا يعني كان مشاكل كتير طبعا، كان مع رئيس النادي يعني، يمكن يعني كان مشاكل كتير جدا على المستوى المنتظم، كان كتير جدا، ما كانش اصلا في حاجات ما حدش عارفها. طب ايه هي؟ المشاكل كان على طول، لان انا مشكلتي كلها كان معاه هو، في كان هو واقف مثلا واللعيبه كلنا مع بعض، الكاميرات كلها موجوده، ويتكلم عليا في اي حاجه يعني. عايز اقول حاجه، هو لازم يسمع كلامه في اي حاجه، مع اني عارف يا كابتن لما ادخله لوحدي يعمل لي نفسي فيه. بس انت كنت بتقول له يا بابا فعلا كانت العلاقه حميمه؟ طبعا طبعا. انا عمري ما، بص يا كابتن اقول لك حاجه، انا كل حاجه بقول لك، انا يعني دايما اللي في قلبي على لساني، عمري ما اخبي، عمري ما اكذب ولا اي حاجه. كان بيساعدنا يعني. اقول لحضرتك على حاجه، في ماتشات كتير نبقى نكسب، تاني يوم يبقى المفروض المكافأة، فهو يجي بدل مثلا كنا بناخد مثلا سي اتنين، اقول له عشان خاطر خليها مثلا 10 قدام اللعبه كلها، تمام خلاص 10. وكمان خصوصا السنه اللي فاتت ديت يعني، حتى امير لما كان موجود بصراحه يعني برضو، يعني انت كان علاقتك بيه كويسه؟ كان علاقتي كويسه، بس هو كان المشكله ان هو كان من حواليه كان بيسخن عليا، وانا ما كنتش بستحمل. انا ما ينفعش حد اصلا يقول لي انت مثلا انت مش كويس، او مثلا انت كذا، لا، عمري ما هبقى على نفسي كده مهما كان مين. وانت اختلفت وانت اتصدمت قبل يعني، كان في صدام بينك وبين الشارع قبل كده في لقطه زي كده؟ في لقطات كتير، بس كان في لقطه كان فيها كابتن ايمن حافظ ورجعت انت والامور الكسر كبيره دي. لكن اللقطه دي كان قبل ماتش الاهلي اللي كان في برج العرب، كان في ميه كتير في الماتش ده، في برج العرب في الاستاد دوت في الدوري، فهو كان جايب اللعيبه القدامى كلهم، واحنا واقفين كده لسه مخلصين تمرين، في كان في 4 كاميرات، فمره واحده هو واقف بنتكلم، وربنا يكرمكم وشدوا حيلكم، وانتوا لعيبه مش عارف ايه، وانتوا احسن مني، وما تكسبوهم، جايب لكم اللعيبه الكبيره النجوم بتوعنا بتوع الزمالك الاساطير، رحمنا بيهم وسلمنا عليهم. وانا واقف، حتى كابتن عبد الواحد السيد كان واقف جنبي، كان شايف معاهم هناك، فقال انا هقف معاكم عشان انا لعيب معاك صغير. قعدنا نهزر كده وهو بيتكلم، فقال لي وانت بقى عم كهربا كده، وانت عم كهربا لو حد في الماتش شتمك بقى بامك وقال لك مش عارف انت بتكلم مين، ولا شتمك بابوك، اوعى بقى تتجنن لي وتتعفرط وتعمل لي والحاجات بتاعتك دي. فقلت له بعد اذن حضرتك كده، والله قلت له بعد اذن حضرتك الكلام ده تشيلوا منتجه، عشان والدي ووالدتي بيتفرجوا بالليل على القناه بتاعت الزمالك، فبيشوفوا الحاجات دي، لان كان قبلها كذا سابقه، فانا عندي والدي ووالدتي دول اهم حاجه، انا مش عايزهم يسمع يعني ما يسمعوا عني اي كلام، اي كلام طبيعي. فالمهم راح قال لي انت هتشوح لي مش عارف ايه، ان هنا بقى قلت له بقى لا انا شوح لك وكذا كذا كذا كذا، وراح سبته راح مشيت. قال لك هتو مش عارف ايه. طب وايه دخل كابتن ايمن حافظ في الموضوع فعلا؟ اقول حاجه اهو، فانا لفيت بصراحه يعني بقى، شتمت جامد يعني، فراح دخلت على الاوضه، خدت شاور وبلبس وبلم جزمي وبلم كل حاجه وخارج، لقيته في وشي. قال انت تروح فين؟ مش هسيبك. قال لي تعالى اطلع عمك، راح مسكني لقيت تروح معاك، معاك في اي حته، شوف عايز توديني فين يعني. طبعا كل اللعيبه ده كابتن ايمن حافظ مش مرتضى. فبعدها راح مسكني بايديا كده، قلت له معاك في اي حاجه،
فهو انا مسكني ايديا بطلع، فبعدها راح مسكني من ايديا كده قلت له معاك في اي حاجه. فهو انا مسكني ايديا بطلع التليفون بكلم مين؟ بكلم ابويا عشان يسمع كل حاجه. انا ماشي صراحه اللعيبه ما سابتنيش خالص صراحه يعني، كلهم جم وماشيين، والامن كان بقى في النادي زيته كبيره جدا يعني. فطلعنا فوق، جاب لي ليمون، جاب لي عصير ليمون، قال لي اهدى انت ابني ومفيش اي حاجه، وتصالحنا فوق. قلت له ما تزعلش مني، قلت زي والدي مفيش مشكله. وكان راح جاب المدير الفني واللعيبه كلها كانوا موجودين بصراحه، ما سابونيش لحظه. بس علاقتك بامير كانت كويسه؟ علاقتي كانت بيه كويسه جدا. وامير كويسه؟ اي معرفتي كانت بامير كويسه جدا. بس انت مش العادة ده مش مظبوط يعني، انت ما مضيتش عليه. انا مش عايز تفاصيله يعني، انا عايز ان انت يعني هو ده كان سبب رحيلك. لا انا طبعا العادة سبب رحيلي يعني، انا انا بس انا ما يعني هم الاربع سنين اللي كنت ماضيهم. لكن انت مضيتهم؟ لا الاربع سنين كنت ماضيهم. بس لكن العادة ده انت مش ماضي عليه. لا لا لا. فبس يعني الموضوع العادي ده. وانت قعدت مع اداره الزمالك قلت لهم يجددوا لك العقد وكنت هتستمر؟ ده انا قعدت يا كابتن من شهر 12. شهر 12 قعدوا معايا اتكلموا معايا، قلت لهم ماشي انا عادي السنه دي 1,900,000 جنيه او 2,200,000، انا مش فاكر يعني اصلا ما كنتش باخد فلوس. يعني ما يعني كنتش باخد الرقم. وفي نفس اللحظه هم طلعوا قالوا ان انا ببص لرزق زمايلي. لا انا الحمد لله ربنا كرمني الحمد لله وطلعت الحمد لله. تعرضت كام على الزمالك في التوقيت ده؟ هقول لك طلعت عرضتين السعوديه ودخلت لهم 84 مليون ولا 85 مليون النادي. فكان وكان لسه في يعني حاجه. فقلت لهم خدت انت قدهم. فانا يا كابتن ببص على ما ببصش على زمايلي، ده انا كنت والله العظيم كلهم كنت بساعدهم يعني اخواتي يعني انا فما فيش مشكله بيني وبينه. فطلع قال لك لا انت بتبص على رزق. قلت له انا مش طالب اعلى من حد ولا ابقى زي حد، انا مش انا ماليش دعوه، بس انا عايز قد كذا. قد كذا كنت طالب كام؟ اعلى واحد في الزمالك. قلت له لا انا قلت له عايز 20 مليون في السنه. فراح قال لي طب بعد لما ناخد افريقيا حاضر. قلت له خلي بالك شهر واحد اللي جاي هيجي لك جواب ان انا هدخل ست شهور الفري. ما سالوش بقى خلاص فيا. ما سالوش فيه. فبعد افريقيا وما لقيتش حد بيكلمني في تليفون بتاع، فبيكلموني بقى امتى؟ بيكلموني لما انا اصلا يعني ما رحتش النادي يوم. تعالى خد اللي انت عاوزه مش عارف ايه. قلت لهم لا خلاص بقى كل سنه طيبين. يعني هم جو لك وقالوا لك اللي انت عايزه وانت كنت قفلت برضه. خلاص بقى مع كان فاضل 3 ماتشات على الدوري وخدنا اجازه. فهم في الفتره دي كلموني، في الفتره دي طلع شتم فيا. قفلت الموضوع. كان بالنسبه لي صعب يعني. انت خدت قرار انك هتسافر خلاص. كنت هحترف يعني خلاص، كنت هحترف في تركيا اصلا قبل البرتغال. كنت مسافر فعلا سفر بره ولا مسافر راجع على الاهلي؟ لا لا انا كنت رايح احترف في تركيا. وكحتش نسيت في تركيا فطلعت على البرتغال. وكنت رايح كلفه ترجع الاهلي ولا لا؟ لا كنت رايح احترف. النهارده بشتري البيت اللي نفسي فيه. لا طبعا. كان كويس طبعا، بس الفكره كلها ان النادي كان شيء عمالين نخسر. طب ما كملتش بره ليه؟ كنا عاملين نخسر، النتائج ما كانتش كويسه، ما كانش نخسر خالص. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بالنسبه للاهلاويه اللي داخلين عن طريق الفيسبوك وبيلاقوا مشكله في تسجيل الدخول لليوتيوب، الامر بسيط جدا، هتلاقي 3 نقط جنب بعض هتدوس عليهم هتطلع لحضرتك القائمه اللي قدامك، هتدوس على فتح في اليوتيوب وبعدها هتقدر تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات. بشكركم مره و2 و3 و10. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.